طلعوا برا. خالته انا عم اتصل بغيث لحتى اطمن عنه وعزيه، بس موبايله عم يطلع مسكر. شوف يا نبيل، اذا بدك ما يصير مشاكل بيناتنا اعمل اللي اعمل لك عليه. وعدك ما تطلع طلقه واحده. رح يجي يوم العالم كله يعرف شو عم تساوي. بالله كيف؟ في شيء اهم من كل هذا الحكي، في شيء لازم نعمله. ولا نسيت كلامك؟ ابدا ما نسيت، حنعمله. ثقي فيني.